أوراق صغيرة، هذه الأوراق الصغيرة لتجيب على أسئلة تمثل يعني هي استجابة أكثر منها فعلا من جانب الإخوان لطرح خطاب جديد. نعم مفيش. نعم يعني حتى، ودي مشكلة كبيرة، لأن مشكلة يعني مشكلة المشكلة إن في تنظيم صلب داخل الإخوان. هذا التنظيم الصلب داخل الإخوان هو الذي يحرك الجماعة، مش الفكر، مش الفكرة. نعم. ولذلك حتى دي أحد الملاحظات الغريبة، يعني أنت عارف إن كثير جدا من أصدقائنا دخلوا الإخوان، ولما كانوا بيبقى لهم رؤى فكرية ويستقلوا بها وكذا، دائما كان بيحدث بينهم صدام بينهم وبين الجماعة. صحيح. ثم يخرجوا منها. حتى الآن أنا بتساءل، لا يوجد يعني، مش عايز يعني مثلا، ما فيش منظر زي علي شريعات، منظر مثلا، أين علي شريعات الإخوان؟ منظر فكري، لا يوجد منظر، لا يوجد منظر فكري يطرح خطابا سياسيا للجماعة زي ما أنت بتقول علي شريعات في إيران مثلا، حسن الترابي حتى، أو الترابي أو غيره. أنا عايز وصلا بالكلام عن العدل الاجتماعي، إيه اللي خلى يعني غياب الخطاب المتصل بالعدل الاجتماعي لدى الإخوان بشكل كافي؟ يمكن ده هو اللي خلى قطاعات واسعة تذهب إلى حمدين صباح. صحيح. لأن بعد الثورة، بعد الثورة، الثورة بتقول عيش وحرية وعدالة اجتماعية، فلم نجد خطابا إسلاميا انحاز بشكل واضح للفقراء وللمهمشين وللفلاحين وللصيادين وللمناطق العشوائية والمناطق المهمشة في الصعيد. هنا لما تيجي تشوف برنامج الإخوان أو خطاب الإخوان، تجد كله خطاب إخوان ميال للإيه؟ للفئات الغنية، للفئات اللي حتى الرأسمالية. رغم ان انا شفت مثلا الزيارات اللي بيجيها الامريكان للاخوان، كان فيها جزء متصل بطبيعة التنمية التي ستأتي في مصر. هل هي تنمية بتلحق مصر بالنظام الغربي اللي هو القائم على فكرة الاقتراض والخضوع للمؤسسات والبنوك الدولية وغيره، ولا بتؤسس لتنمية مستقلة يكون فيها الإنسان محورها ويكون التوزيع العدل وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ فأنا عايز أقول إن الخطاب الإخواني لم ينتبه لفكرة أن بعد الثورة كان لابد من الانحياز الواضح للعدل الاجتماعي، كان لابد من الانحياز الواضح للفقراء والمهمشين وكذا. حمدين صباح خد هذا الكلام، وراها قطاعات واسعة من الخطاب الإخواني، كان خطابا أقرب للخطاب الرأسمالي. نعم. طيب أنا هنقل حضرتك أتعلق عليه، بس على دي بس حاضر، بس بعد ما يعني علق بس سؤال لحضرتك وبعدين علق على الدكتور كمال وبعدين جاوب على السؤال. هو بيتكلم على جماعة الإخوان، شئنا أم أبينا هي تمكنت على مدار 8 عقود رغم أنها لا تمتلك نظرية سياسية متماسكة، ويمكن ده أحد أسباب تضارب التصريحات لقادة الإخوان، ما فيش إحالة إلى نسق فكري متكامل. رغم أنها لا تمتلك ذلك، إلا أنها امتلكت خطاب استطاع أن يجذب 10 ملايين من الناس صوتوا لهم في الانتخابات التشريعية، وجعلوا مرشحهم في انتخابات الرئاسة يحظى بالمركز الأول رغم أن التصويت يبين أن هذه الشعبية في تراجع. لكن على الجانب الآخر، الفضاء المصري يميل إلى التدين المعتدل، والفضاء المصري يميل أيضا إلى التمدن، ومع ذلك التيار الليبرالي حتى هذه اللحظة لم يمتلك خطابا بسيطا مبسطا واضحا صريحا إنسانيا يستطيع أن يجذب له ملايين الأتباع كما هو الحال في التيار الإسلامي. متى يمتلك الليبراليون هذا؟ هشوف حضرتك، هو مشكلة الخطاب الليبرالي والخطاب اليساري أيضا في مصر أنه خطاب نخبة ولم يترجم في مفرداته إلى لغة تخاطب هموم وحاجات المواطن البسيط في الأحياء الفقيرة وفي القرى وفي النجوع. وكلنا يمكن فاكرين القصة الشهيرة لطفي السيد لما قالوا يسقط المرشح الديمقراطي تحت وهم أن الديمقراطية تعني الانحلال وتعني الإلحاد. ما احنا لقينا اللي بيقولك الليبرالية مراتك ترجع 4 الفجر. وبالمناسبة لم تتوقف حرب مطاردة المصطلحات التي يمارسها تيار الإسلام السياسي عن عمد
ضد كل المصطلحات التقدمية في التاريخ السياسي المصري. يعني انتوا ضحايا التشويه؟ طرد مصطلح العلمانية وصور أن العلمانية هو إنكار الدين، وهذا غير صحيح، لأن العلمانية من العالم، والكلمة استخدمت لأول مرة في وثيقة عثمانية خط شريف جرخانة سنة 1839، وكان يقصد بها المذاهب الفكرية والسياسية التي تتحدث عن العالم بقوانين العالم دون أن ترد إلى صياغات يضعها رجال الدين. كل الكلام ده ساب وتقال العلمانية كفر وإلحاد. ثم طرد مصطلح الليبرالية، وقيل عن الليبرالية ما قيل عن العلمانية وأكثر. المشكلة نتيجة لتدهور في مستوى التعليم وغياب المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية عن القيام بمهامها، أن التيار الليبرالي أسهم في هذا الغياب أو غياب الوعي واستسلم له، ولم تكن أمامه قاعدة من الفكر المحافظ مثلما هو موجود لدى جماعة الإخوان المسلمين، ولم يبذل جهدا لكي يقدم مفرداته ببساطة وبسلاسة للمواطن العادي. إنما تسمح لي بالنسبة لموقف. طب لا، قبل ما تروح للدكتور كمال حبيب، اتكاء على اللي حضرتك قلته، او احنا عندنا فرصة ذهبية. في واحد اسمه الله يرحمه الدكتور عبد الرب المسيري، لسه كاتب، راجل مفكر عظيم، وكان بيسمي نفسه مفكر اسلامي. يعني هو كان بيستريح حين يطلق عليه اسم المفكر الاسلامي، وليه كتابين كده طالعين من دار الشروق عن العلمانية، تكلم عن العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية شاملة، وبيقول ان العلمانية الكلية اللي بتفصل الدين عن الحياة احنا مش عايزينها ومش موجودة عندنا، والعلمانية الجزئية اللي بتفصل الدين عن السلطة دي ضرورة. فصل الدين عن السلطة ضرورة، وفصل الدين عن المجتمع جريمة. التيار الليبرالي عمره ما طالب بفصل الدين عن المجتمع، ومع ذلك استسلم، ولا يستطيع احد ان يفصل الدين عن المجتمع. يعني لا، انت استسلمت يا دكتور. الناس بتصلي وتصوم وبتذهب الى المساجد وبتحتكم الى الشرع والشريعة وبتسأل لرجال الدين في مشاكلها، فدي متغلق في المجتمع. انما هي المشكلة كلها في ايه؟ عندما تتحدث في السياسة بخطاب ديني. وبالمناسبة بقى في ملاحظة ناخد بالنا منها كلنا، انه منذ وصل الاخوان المسلمين الى مقاعد البرلمان وفي معركتهم لرئاسة الجمهورية، قلت المفردات الدينية التي تستخدم في خطابهم السياسي. أنا لاحظت ده إلى حد كبير. لا، هي تعود الآن مع الدعاية السياسية. صحيح. يعني كانوا بيستخدموا المفردات الدينية عندما كانوا في مرحلة نضال في سبيل التمكن من السلطة. نعم. عندما اقتربوا من السلطة أو تمكنوا منها، تكاد تكون المفردات الدينية انعدمت وأصبح الحديث بلغة السياسة ولغة أهل السياسة. دكتور فرحات، أنا بحترمك، بس متى نكف عن لعن الظلام؟ متى نشعل نحن شمعة؟ الإخوان ما فيهم ما فيهم، لكن هم موجودين وبيشتغلوا. متى يعني نخرج من موضوع لعن الإخوان؟ نريد أن نبني مسارا. أنت تشعل الشموع وأنا أشعل الشموع والأستاذ عبد الغفار وكمال بيه حبيب، كلنا. متى نشعلها في الحارات الخلفية؟ كلنا يعني عندما. طب دي مسؤولية اليسار، هو بتاع الحارات الخلفية. طب أنا بس عاوز يعني كلام الدكتور كمال، يعني مهم إن احنا نعرف ليه الإخوان نجوا من فكرة التعددية المقيدة والقيود. اتفضل. وانت ليه حضرتك ليك كتاب مهم في هذه المسألة؟ انا رأيي ان الاخوان المسلمين اتبعوا يعني نظرية في بناء التنظيم بتاعهم. هم مسميين الوحدة الاساسية بتاعتهم الاسرة. في الاسرة يتم تربية الفرد تربية دينية، يعني منهجية، ايات معينة واحاديث معينة تشكل عقليته ومعاها علاقات إنسانية. التربية الدينية للفرد مع العلاقات الإنسانية اللي بتجمع الناس ببعضها كونت داخل الجماعة روح للعمل المشترك. خرجوا للمجتمع مش بخطاب، إنما خرجوا للمجتمع بسلوك اجتماعي يلبي حاجات الناس الضرورية، يقدم له خدمة، يقدم له مساعدة، يقدم له كده.
فاستطاع ان هو يتواجد في المجتمع مع المواطن من خلال احتياجاته. وتراجع دور الدولة أعطاهم مساحة في ده؟ أيوة يعني طبعا تراجع قدرة الدولة على أنها تلبي الحاجات دي. فهنا أنا رأيي دي مصدر قوة كبير للإخوان المسلمين في تماسك التنظيم في استعداده للتضحية في قدرته على الوصول إلى الناس. دي مسألة يعني طيب. مهمة جدا. ده مهم. أنا أروح للدكتور كمال. معنى كلام الأستاذ عبد الغفار أن لو الدولة رجعت تملى المساحة الفارغة اللي بيستغلها الإخوان أو التيار الإسلامي في بناء شبكته الاجتماعية وأنصاره أن قدرتهم على التعبئة هتضعف. بدليل دولة عبد الناصر. بدليل دولة عبد الناصر. لا بس هو دولة عبد الناصر استخدمت طبعا صراعا يعني ما كانش مجرد أن الدولة ملأت فراغ. لا ما كانش فكرة أن الدولة ملأت فراغا ولكن فكرة الدولة استخدمت مقصلتها في الزج بالإخوان داخل السجون. وبالتالي كان صراع موجود. هذا الصراع السياسي هو اللي ايه حد من وجود الاخوان في الوقت ده المجتمع. يعني في داخل المجتمع يعني كان جزء من صراع سياسي بين تيارين. التيار الدوله الناصريه وبين الاخوان المسلمين. والدوله الناصريه استخدمت ادوات القمع لديها في القضاء او في محاوله تحجيم أو حتى كان لديهم كان تصور القضاء على هذا التيار. لكن السؤال اللي هو حضرتك تفضلت به إن موضوع إن الدولة حين تتسع يعني حين تقوم بدورها تبقى دولة عدل اجتماعي بتقدم الصحة بتقدم كذا بتقدم كذا بتقدم خدمات المواطن لا شك إن ديت هتقلل من حجم على الأقل اللي هو يعني أن يتمدد في هذا الفراغ قوى أخرى ومن القوى الإخوان أو غيره. يعني ده وارد. وبرضو في الثمانينات نفس الكلام برضو جماعة الإسلامية كانت بتعمل شبكة خدمات للناس الفقراء في عين شمس وفي إمبابة وهنا وهنا. وبالتالي الناس ارتبطت بهذه الطيارات. وبالتالي طبعا غياب الدولة ودي على فكرة هو موجود في الإسلام. يعني في الإسلام مسألة العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة متوازية بمعنى إن إذا الدولة قصرت بيبقى دايما الفعل المجتمعي يبقى موجود والفعل المجتمعي يبقى التراحم التكافل. بس ده ما كانش روح ده ما كانش يا دكتور صحيح. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. لا في مقولة دكتور كمال دكتور مستشار طارق البشر بيقول في كلامه عن كان مرة بيناقش رسالة ماجستير عن المؤسسية في الإسلام إن الدولة رغم أنها استبدت وفسدت إلا أن الإسلام قدر يتسيد العالم 7 قرون نتيجة المجتمع كان حاضر. اللي حضرتك بتقوله. بس المجتمع ما كانش بيعمل ده عشان لأغراض سياسية أو عشان ينافس على السلطة. يعني أنا مش بديك صدقة أو بعلمك أو بمحو الأمية أو ببني مؤسسات من أجل أن أنت تديني أصواتك في الانتخابات. كان بيعمل ده عشان يبني الحضارة يعني. أيوة ما هو ده كلام يعني ده كلام صح. إحنا مش عايزين يعني توظيف العمل الخيري أو العمل الاجتماعي أو كذا للسياسة. ده توظيف سيء لأن احنا أصلا مسألة برضو فكرة التكافل الاجتماعي وفكرة أن المجتمع الإسلامي هو في تداول الحضاري اللي هي حتى لما تسقط مثلا مدينة تقوم مدينة أخرى دائما. يعني حتى أنا بقول أن المجتمع نفسه طبيعته يعني طبيعة تكوينه في الإسلام في جزء نصف مجتمعي ونصف سياسي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النصف المجتمع يستطيع أن يتحول نصف سياسي حين تحتاج السياسة إليه. وخد بال حضرتك حين تغيب الدولة مثلا أو يبقى الدولة مش موجودة. لما الدولة تبقى موجودة خلاص بيشتغل نصف مجتمعي. إحنا عايزين نقول إيه؟ إحنا عايزين نقول إن إحنا عايزين أنا بقول التمييز بين العمل الحزبي وبين العمل الدعوي. بمعنى إيه؟ يعني مثلا أنا شفته مثلا وكتبت عليه وقلت خطاب الدعاة ومكانه. اللي أنا شفته مثلا في دعاية الإخوان إن يجيبوا مثلا مشايخ في وسط حشود انتخابية وهؤلاء المشايخ يتكلموا ويفتوا وكذا الدعاة. يعني أنا قلت إن هذا ليس مكانهم لأن ابن القيم له كتاب اسمه إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني أن تتوقع عن الله في وسط الحشد الضخم ده قد تفتي فتوى أو تقول كلمة أو أي شيء من هذا القبيل. هنا في هذه الحالة ليس مكانها هنا إنما ده مكان الصخب السياسي ومكان. وبالتالي العمل الدعوي له مكان
وله هيبته والداعية له مكانه وله احترامه في المسجد ويهتم بالشأن العام. يعني هو يقول لك مثلا إيه إن يدعو إلى يعني إلى الصلاح ضد الفساد ويهتم بأمر الأمة العام، لكن لا يأتي ويقول مثلا انتخبوا فلانا ولا تنتخبوا فلانا، لأن دخل نفسه في سياق صراعات حزبية ضيقة. الدعاء أعلى من هذا ومكانهم أكبر من هذا. ولذلك أنا بقول إن هؤلاء الدعاء ما كان لهم أن يدخلوا في هذه المسألة، والإخوان المسلمين طبعا كانوا عايزين هؤلاء الدعاء خلفهم عشان يجيبوا أصوات مناصريه، أصوات مناصريه. ودي أحد الإشكاليات الموجودة في الواقع الإسلامي النهاردة، إن إحنا إن الدعاء هم اللي بيعملوا بالسياسة أو هم اللي بيوجهوا السياسة، في الوقت إن السياسيين ليست يعني لا توجد كوادر سياسية كفأة تستطيع أن تصنع القرار وحدها. تجريف السياسة يعني نعم. فأنت عندك جماعة مثلا زي جماعة الإخوان المسلمين، حركة، هي الحركة نعم. الحركة هي الأساس. حزب الحرية والعدالة في الحقيقة ليس هو الذي يصنع السياسة الإخوان، لأن الحزب لسه حديث وحزب ضعيف، لكن الجماعة هي الأقوى. كذلك نفس الكلام بالنسبة لحزب النور السلفي برضه. أنت عندك التيار السلفي أو الدعوة السلفية اللي وراء الإيه وراء الحزب، لكن الحزب بيواجه مشاكل داخلية وكذا. فهذه يعني هذه مشكلة. فبالتالي كيف يمكن تمييز بين ما هو حزبي وبين ما هو إيه وبين ما هو دعوة؟ وتبقى الدعوة يعني شأنا عاما للمسلمين جميعا.